كيف اللقاء وقد شطت بنا السبل وذرفت من دم في ليلها المقل؟ وكيف ننسى بتلك الدار لمتنا؟ وهل بمأساتنا يحيا بنا أمل؟ مرابع الروح ما جفت شواطئها وذكريات لنا في الصدر تشتعل. يا دار، يا دار فيك تركنا بعض مهجتنا، فهل للقياك يبقى عندنا أجل؟ تبكي الزوايا فكم ضمت لنا قصصا، وفي الفناء خطا لم يمحها هطل، وفي الشبابيك آهات مخبأة الليل يعرفها والشمس والظلل. غصن يمد على الجدران أذرعه مرحبا بضيوف البيت إذ وصلوا للعز، قد نذرت تلك الديار فكم في حضنها شبت الأخلاق والمثل. عند الوداع انثنت جدرانها ألما، ودت لو احتملت في رحل من حملوا، فكيف لم تزهق الأرواح حين نأت؟ وكيف لم ينفطر قلب إذ ارتحلوا؟ حتى الحجارة قد حنت لساكنها، فكيف بالقلب إذ ضاقت به الحيل؟ يا صاحي لا تحسب الجدران من حجر، بل أنفس في سكون الليل تبتهل. لله نشكو إذا ما الشوق أوجعنا، أرواحنا رحلت في إثر من رحلوا، أرواحنا رحلت في إثر من رحلوا.